كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عملي من النار آمين. السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي وإياكم كما سبق وأن أعلنا أن هناك مسائل تتعلق بالصيام وهي محورية نعرج عليها قبل الدخول في المسائل الفرعية، يعني ما يجوز وما لا يجوز في رمضان، ما يحرم وما يندب وما يجب أو ما يشترط في صيام رمضان. وهذا المحور الثاني يتعلق بمسألة اختلاف الأئمة في مطالع الأهلة، وهذه مسألة كذلك لها علاقة بهذا اليوم الأخير من شعبان، حيث يتطلع العالم الإسلامي إلى رؤية هلال رمضان وشرط إلى النهي عن صيام يوم الشك، واختلاف العلماء فيه بين من يتخذه أو من يجعله من رمضان احتياطا إذا كان الغيم، ومنهم من منع صومه بل وجب إكمال أيام شعبان وإتمام الشهر كاملا 30 ثم صيام اليوم الأول من رمضان اضطرارا. فهذه المسألة يتعلق بها كذلك أو يرتبط بها رؤية الهلال الذي أشرنا إليه المرة الماضية. رؤية الهلال كذلك لوجود اختلاف المطالع المعروف عند أهل العلم بهذا الشأن اتفاقا. إذا رؤية الهلال يوم 29 من شعبان في بلدة وصام أهلها على تلك الرؤية، إلا أن الهلال لم يرى في نفس تلك الليلة في بلد آخر، فهل يلزم البلد الثاني الذي لم يرى الهلال أن يتبع البلد الأول؟ هذا سؤال. أم عليه أن يعتبر رؤيته الخاصة وتعتبر رؤية بلد رؤية في حق الجميع، أم على كل بلد أن يستقيل أو يستقل برؤيته؟ فقد وقع خلاف بين الأئمة عليهم رحمة الله في هذه المسألة، واشتهرت باختلاف المطالع، وأشرنا إليها المرة الماضية باختلاف المطالع. فمنهم من رأى توحيد الصوم بين المسلمين ولا عبرة باختلاف المطالع. إذن لا يهم عندهم اختلاف المطالع. إذا رؤي الهلال في بلد وجب على بلاد الإسلام كلها أن تصوم تبعا لتلك الرؤية. طبعا هذه مسألة تتكرر علينا، ولكن تقصيلا لها فقط حتى يعرف السامع قول العلماء فيها. إحنا دائما من وراء هذا الخلاف يهمنا الجانب العملي في المسألة أو الثمرة من هذا الخلاف، وحتى لا نحجر واسعا ولا ربما قد نتشدد أو يعني ربما نتعصب لرأي في بعض الأحيان دون الرأي الآخر أو نبطل الرأي الآخر، ولكن هذا سرد لما كان عليه المسلمون عبر التاريخ من اختلاف في الصيام في أيام الصيام في أيام يعني أو في رؤية الهلال، بحيث يصوم قوم دون قوم. ف
فمنهم من رأى توحيد الصوم بين المسلمين ولا عبرة باختلاف المطالع، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ومنهم من رأى استقلال كل بلد برؤيته بحسب اختلاف المطلع أو مطالع القمر بين المسافات البعيدة والمسافات القريبة، وهو المعتمد عند الشافعية ومن العلماء من ذهب مذهب التفصيل كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي سنرى إن شاء الله اختياره وراء التفصيل. طبعا إحنا هذا الخلاف ربما قد يتقلص ويقل في زماننا هذا لوجود هذه الإمكانات المادية والتكنولوجية والأقمار الصناعية وسهولة التواصل بين بلاد الإسلام. حتى ولو لم يكن هناك خليفة مسلم أو حاكم واحد يحمل الناس على صيام رمضان، ولكن يستطيع كل إنسان أن يعرف ماذا، أن يعرف متى هو رمضان من خلال المواقع الكثيرة التي هي موجودة الآن. بمعنى لا يستطيع أحد أن يخفي ظهور الهلال، لا يستطيع أحد أن يحجب على الناس يعني الهلال سواء بالرؤية أو بسماع الخبر. إذن وعليه ففي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. إذا المذهب الأول مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، والمشهور عند الحنابلة أنه إذا رأى أهل بلد الهلال لزم سائر البلاد الموافق. طبعا أنا قادر باش نلخص لكم المسألة هذه في 10 دقائق، ولكن أنا كان بودي أنكم تسمعون، يعني على الأقل الإنسان يسمع ما يقوله أهل العلم خاصة بالمراجع وإرجاع القول إلى صاحبه، إسناد القول إلى من قاله. فسائر البلاد موافقة، قالوا لأن الخطاب في قوله تعالى صوموا، أو قوله صلى الله عليه وسلم عفوا صوموا لرؤيته، عام لكل المسلمين. لما تقول صوموا لرؤيته عام لكل المسلمين، إذن كيف نفرق بين بلدة وأخرى أو بين إقليم وآخر أو بين ولاية وأخرى؟ فإذن الخطاب للجميع، الخطاب لكل المسلمين، صوموا لرؤيته. إذن إذا رآه زيد وجب على عمرو أن يصوم، مفهوم؟ ووجب على سائر المسلمين أن يصوم إذا ثبت ذلك. قال ابن رشد عليه رحمة الله في بداية المجتهد ونهاية المقتصد: هل يجب على أهل بلد، يلخص المسألة، قال: هل يجب على أهل بلد ما إذا لم يروه أن يأخذوا في ذلك برؤية بلد آخر، أم لكل بلد رؤية؟ فيه خلاف. هذا السؤال يطرحه هو، يضع الإشكال ثم يجيب، فيه خلاف. فأما مالك فإن ابن القاسم والمصريين رووا عنه أنه إذا ثبت عند أهل بلد أن أهل بلد آخر رأوا الهلال أن عليهم قضاء ذلك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم، وبه قال الشافعي وأحمد، لأنه قد يصل إلى سمعك أن الهلال، طبعا في غير هذا الزمان الذي فيه يعني هذه المواقع ووسائل التواصل، تصور أنت تسمع مثلا يصلك الخبر بعد أسبوع ثلاثة أن في بلد ما من بلاد الإسلام رأوا الهلال وصاموا قبلك بيوم. وهذه ثمرة المسألة، هل وجب علي أنا أن أقضي ذاك اليوم الذي صاموه في البداية وأخطأناه نحن لأننا لم نرى الهلال؟ هذه ثمرة من ثمرات هذه المسألة وهذا الخلاف. إذن فقال رأوا أن عليهم قضاء ذاك اليوم الذي أفطروه وصامه غيرهم، وبه قال الشافعي وأحمد، بمعنى هذا قول مالك عليه رحمة الله، وبه قال الشافعي وأحمد. المذهب الثامن أن لكل بلد تحت ولاية واحدة رؤية، تحت ولاية واحدة رؤيته، وقد نقله ابن المنذر عن عكرمة مولى ابن عباس طبعا، والقاسم وسالم وإسحاق، واختاره ابن المجيشون من المالكية، والمعتمد عند الشافعية، وإن كان الشافعي لهم قول مع مالك مع الجمهور، مع الذين يقولون أن صيام أو ظهور الهلال في رؤية الهلال في بلدي تحمل جميع المسلمين على صيام رمضان إذا بلغتهم تلك الرؤية، هذا قول الشافعية مع المالكية. ولكن المعتمد عند الشافعية أن لكل يعني
القول الأصح والأوجه والأشهر أنه لكل بلد هلاله مطلعه، تصوم أنت للهلال تاع بلادك ليس لهلال غيرك. نعم، وهذا لأنهم أثبتوا اختلاف المطالع. قال ابن قدامة عليه رحمة الله، طبعا هو من الشافعية، وروي عن أكرماء أنه قال لكل أهل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم وسالم وإسحاق. قال ابن رشد: وروى المدنيون عن مالك أن الرؤيا لا تلزم بالخبر عند أهل البلد الذي وقعت فيه الرؤيا، إلا أن يكون الإمام يحمل الناس على ذلك، وبه قال ابن المجيشون والمغيرة من أصحاب مالك: ليس لهم أن يصوموا بهلال الغير، اللهم إلا إذا كان ماذا؟ الإمام الذي هو الوالي حملهم على ذلك، أو الخليفة أو الحاكم حملهم على ذلك أن يصوموا، وإلا ليس لهم أن يصوموا إلا بما يرونه هم يعني في بلدتهم. واستدلوا بما رواه مسلم. هذا الفريق، إذن الفريق الأول استدل بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته. أما هذا الحديث، حديث قريب، فهذا يثبت أن اختلاف المطالع، اختلاف الصيام بين المسلمين كان موجودا يومها في زمن الصحابة، وهم يعني موجودين بين الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. استدلوا بما رواه مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام فقال: قدمت الشام، هذا كريب يقول، قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، أثبت على هذه أنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة. إذن انظر، من المدينة إلى الشام، رأوا في الحجاز وخرج إلى الشام. الشام رأوا ماذا؟ الهلال ليلة، وكان معاوية ماذا؟ هو الوالي. رأوا الهلال ليلة الجمعة، رأوا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، في آخر الشهر، مسافة بعيدة، المسيرة هذه تاع شهر. قال: فقدمت آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ سأله ابن عباس، سأل قريبا: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيته ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقال: نعم، ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية رضي الله عنه. قال معاوية كان واليا على الشام قبل أن يكون خليفة. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما أو نراه. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل معاوية هنا كان خليفة، على قول كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ هذا يظهر أنه كان هو الحاكم، يعني هذه بعد علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة على ماذا؟ على أن لكل بلدة صيامها، هلالها ورؤيتها. ولهذا هو لما وصل في آخر يوم، يعني هما زادوا نهار بعد صيام أهل الشام، زادوا يوم، لأن أهل الشام صاموا يومهم يوما قبلهم، ليلة الجمعة رأوا الهلال فصاموا الجمعة، وهذوك رأوه ماذا؟ ليلة السبت، فصاموا بداية الشهر سبتا. فإذا لما انتهى الشهر ورجع إلى المدينة، هو رجع في آخر شهر، بالنسبة له انتهى الشهر، ولكن بالنسبة لأهل المدينة قال: لا، احنا ما زال نزيد نصوم نهار. قال: ألا تكتفي برؤية معاوية؟ قال: لا، وصيامي؟ قال: لا، وإنما هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هل قوله إن هذا ما أمرنا به وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي هذا القول، هذا قول اجتهاد من ابن عباس وهذه رؤيته، أو هكذا فهم من النصوص، فهم من النبي صلى الله عليه وسلم مجرد اجتهاد، أم هذا هو الحكم فعلا أنه لكل واحد رؤيته؟ وهذا هو الخلاف هنا في الحديث. وطبعا الرؤية التي تكون رؤية لكل المسلمين، هذه فيها مدعاة يعني لاتحاد المسلمين
التقارب فيما بينهم ونبذ الخلاف، وهذه يعني كل ما تكون كل بلاد تصوم وحدها هذا مدعاة يعني لفرقة المسلمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحث على الجماعة في كل شيء، في الصلاة، في الحج جماعة، في الصيام جماعة، صومكم يوم تصومون، هكذا، وفطركم يوم تفطرون، وهكذا، وضحاكم يوم تضحون. ولهذا حتى قال أهل العلم في قضية الهلال مثلا ذو الحجة يحسبوا له كذلك دخول ذو الحجة، لأنها أيام حج، أيام التروية، وأيام نعم فيها عرفة، وأيام تشريق، عيد الأضحى. فإذا هذه أيام عبادة يعني. ولهذا الهلال نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى من خلال رؤية الهلال في أشياء كثيرة يعني، حتى في العدد، وحتى في الأشياء والكفارات وغيرها والزكوات. فالحج، انظر مثلا الحج، حتى يقول أهل العلم حتى ولو أخطأوا اليوم الذي هو عرفة التاسع من ذي الحجة، أخطأوه، قال العرفة هو اليوم الذي، يقول شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم يقول لك عرفة هو اليوم الذي يجتمع فيه الناس، عرفة هو اليوم، هو اليوم الذي يجتمع فيه الناس حتى ولو لم يكن التاسع في ذاته وفي نفسه، لم يكن التاسع، المهم أن الناس اجتمعوا في ذاك اليوم، إذن هو يوم عرفة. وهذا كله محافظة على الجماعة وصيانة الجماعة والابتعاد عن الفرقة، وخاصة اليوم يعني توحيد كلمة المسلمين من السهولة بمكان من خلال ماذا؟ ما ذكرنا من يعني هذه الاتصالات السهلة. نعم، ولكن يعني للأسف الشديد، فإذا فظاهر هذا الأثر، ظاهر أثر قريب اللي قال فيه ابن عباس هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر هذا الأثر يقتضي أن لكل بلد ماذا؟ رؤيته، قرب أو بعد، قريبة ولا بعيدة، إذا لكل بلد رؤيته. والنظر يعطي الفرق يعني بين البلاد النائية والقريبة، وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض كثيرا، إن كان هذه الأقاليم لما تكون متباعدة طبعا قد نفعل هذا القول، قد نفعل هذا المذهب لما تكون الأقاليم بعيدة والبلدان بعيدة، توره الحجاز، وراه الشام، وراه المغرب الإسلامي وهكذا. بس لما تكون مثلا البلدان متقاربة عيب كبير يعني أن نختلف ماذا؟ أن نختلف في الرؤية. بعد يقول لك لكل واحد هلاله، هل هلال المغرب هنا يعني هلال مثلا الجزائر غير هلال مثلا المملكة المغربية ولا ليبيا ولا تونس؟ هلال واحد، إقليم واحد، إقليم واحد. قل لي هلال الحجاز ممكن، أما هلال إقليم واحد فهذا مما نفاه أهل العلم، وهذا ما سنعرفه قريبا. إذا كان الإنسان بدأ مع هلال بلاده، رؤية الهلال عندنا ولم يرى عندهم أو العكس، وبدأ الإنسان الصيام مع أهل بلده يكمل الصيام مع أهل بلده، نبذل كذلك للفرقة الداخلية، الفرقة حب يقول لفرقة البلد الواحد. لأن اليوم لو كان مثلا أنت مثلا تظهر صومك مع بلاد أخرى، وهذا سيأتي إن شاء الله، إذا الإنسان اقتنع مثلا برؤية هلال في بلده وأراد أن يصوم، يطلب منه أن يصوم سرا حتى لا يظهر الخلاف، لا يظهر الفرقة بينه وبين غيره من المسلمين، جيرانه والأقرب إليه، رأيت، له أن يصوم مع غيره إذا ظهر، هذا حسب القناعة عند الإنسان. ولكن إذا كان الخلاف ربما يتسع، وربعة يعني الفتن ربما بين المسلمين تتسع، الأولى أن يصوم الإنسان مع ما؟ مع أهل بلده، مع أهل بلده، إذا لم يكن ما غل الفارق كبير جدا كاليوم واليومين مثلا، يومين كثيرة جدا. نعم، الشام دخلوا على أهل المدينة فوجدهم صائمون ورغم ذلك. وهذا يظهر ماذا؟ لأن الاتصال ما كانش بين الحجاز والشام، راهو إقليم بعيد، أنت بين الحجاز والشام راهو إقليم مسير شهر أو شهرين على الأقدام، على الدابة، ما هوش كما الأمر اليوم. الأمر اليوم سهل جدا، الناس تتصل بعضها بعض، قال ظهرك ده الآن في الشاشة، ما تحتاج حتى واحد يخبرك، يعني تمشي مثلا الآن لأي موقع من المواقع مثلا ترى إذا ظهر الهلال مثلا في الحجاز أو في الشام، إذا رأوا الهلال، ولهذا يعلنون الآن في القنوات، يقول لك البلاد الفلانية تصوم غدا، البلاد الفلانية والثانية والثالثة وهكذا، هؤلاء يصومون غدا، خاصة من جهة آسيا يصومون في الغالب قبل منا، وهذا راجع طبعا للموقع الذي نحن فيه الآن من الكرة الأرضية،
وهذه كلمة الكرة الأرضية راح يسجلوها عليا عليا مفهوم. فإذا هذا هو المقصود. المهم اختلاف المطالع موجود، اختلاف المطالع موجود وثابت علميا. الهلال لما يظهر في جهة قد لا يظهر في جهة أخرى. إذا هذا هو. فوجدوهم هؤلاء أكملوا الصيام تاعهم اليوم لأنهم لم يبلغهم الخبر، ما صاموش بصوم معاوية، وهذا يثبت الخلاف أنه كان موجود والخلاف قديم. مفهوم؟ هذا الفارق هذا موجود قديما. والذين دخلوا عليهم يفطرون. يفطرون. لا يجوز لك أن تكمل فوق 30. فوق 30 لا يجوز لك. قال مثلا تلقى القوم مثلا صايمين، انت وصلت 30 وهم مازالهم نهار، لو صمت معاهم موافقة لهم راك صمت فوق ما يطلبه الشرع، راك زدت ابتدعت في الدين، لأن شهر 29 و 30 كما مر معنا في البداية لما شفنا فإن غم عليكم فأكملوا 30 أو فضروا له. فإذا قوله وقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، مفهومه أن من لم يشهده لا يصوم، الذي لا يرى الهلال لا يصوم. قال من شهد منكم الشهر فليصم، هم هكذا استدلوا، قال حتى يراه أو يكمل عدة شعبان. إذن لا أصوم لرؤية غيري وإنما أصوم لرؤية أنا، مدام أنا ما شفتش الهلال إذن أكمل العدة 30 لقول الله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا أما المذهب الثالث التفصيل. إذن منهم من يقول نصوم، منهم يقول أنا أصوم للرؤية الخاصة لبلدي. فأما المذهب الثالث التفصيل، التفصيل ماذا يقول؟ قال يجب الصوم، يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالبها، يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالبها، وهذا أصح الأوجه. حتى إذا اختلفنا نحاول ماذا؟ أن نقلل أو نضيق دائرة الخلاف، وتقليل دائرة الخلاف وتضييق دائرة الخلاف على الأقل على الأقل على مستوى الإقليم، الإقليم الواحد اللي فيه عدة بلدان اليوم إسلامية. شوف مثلا الآن المسلمين في الأندلس ولا المسلمين في المملكة المغربية ولا في الجزائر عندنا، ولا هؤلاء متقاربين كل، حتى مصر متقاربين، تنجم تقول حتى السودان بعض البلاد الإفريقية. هذا إقليم واحد للمسلمين، هذا كان إقليما واحدا قديما. فإذا هؤلاء على الأقل يصوموا برؤية، موش كل بلاد تكون عندها رؤية. احنا راح نزيد نوسع دائرة الخلاف. إذا قال يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها، وهذا أصح الأوجه عند الشافعية ومذهب بعض المالكية والحنفية وقول عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام. اختصار هذا يعني القول الذي يحاول يجمع ما بين يعني المذاهب المختلفة أو المذهبين صحة مختلفين اللي ذكرناهم بداية، هذا يحاول يقلل الخلاف الذي بينهم. قال في الاختيارات شيخ الإسلام تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة في هذا. إذن نحن لا ننكر اختلاف المطالع، لا ننكر اختلاف المطالع ابتداء نعم فلكيا باختصاص أهل المعرفة نعم بهذا، فإن اتفقت لازمه الصوم وإلا فلا، لا يلزمه. قال وهو الأصح للشافعية وقول في مذهبي أو في مذهب أحمد، انتهى كلامه عليه رحمة الله. هذا في قول شيخ الإسلام. طبعا كنقولوا قول شيخ الإسلام اختياره، إلا هناك من العلماء قبله من سلك هذا المسلك، وهذا في الحقيقة القول الوسط، هذا هو القول الوسط. وكيف نناقش إذا كان هذا القول الوسط القريب، يعني في الحقيقة في الحالة التي نعيشها اليوم هو القريب الصواب والقريب إن صح التعبير والله أعلم. إذن كيف نناقش المذهب الأول والمذهب الثاني باختصار حتى لا أطيل؟ إذن بعد ذكر ما تقدم قوله بعدم اختلاف المطالع، لأنهم لا يقولون باختلاف المطالع، ما يقولونش بلي الهلال إذا ظهر هنا لا يظهر هناك، لا يقولون بهذا. نحن نقول ماذا؟ أن هذا الأمر موجود، نعم اختلاف المطالع مخالف لما هو ثابت بالضرورة العلمية، بالضرورة من اختلاف الأوقات. فلو غابت الشمس مثلا في المشرق ليس لأهل المغرب الفطر اتفاقا، فكذلك رؤية الهلال. فما يترتب على اختلاف الشمس والفجر من أحكام ينبغي أن يترتب على ظهور الهلال أيضا، نعم قياسا يعني.
في الحقيقة ضرورة علمية مفهوم. إذا كان أنت تشوف بلي أن الهلال ظهر هنا ولم يظهر هناك، القضية نفسها أن الشمس طلعت هنا ولم تطلع هناك، والهلال ماذا أو الشمس غربت هنا ولم تزل هناك أو لم تغرب هناك. فإذا لما مثلا يكونوا في المشرق يفطروا، إحنا ما زلنا صايمين رايت، أهل المغرب ما زلنا صايمين. إذا هذا الاختلاف في التوقيت هو نفسه الاختلاف في ظهور الهلال أو رؤية الهلال. إذا هذا بالضرورة العلمية واقع ما له من دافع. إذا هذا من جهة. وأما حديث كريب، حديث كريب الفريق الثاني اللي قالوا أن ابن عباس قال هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إذا صمتم توم إحنا ما نصوموش، مفهوم؟ إذا صمتم توم هناك إحنا لا نصوم لرؤيتكم، وإنما وقال هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي سنة؟ إذن هذا نناقش هذا. وأما حديث كريب فإنما يدل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده، أحيانا لا يقبل القول مثلا أن يخبرك، لهذا اختلفوا في ظهور مثلا أو في رؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال. هذه مسألة ما نحبش ندخل فيها، نزيد نطول القضية، ولكن باختصار أن العلماء اختلفوا هل نصوم بشهادة واحد أو اثنين، وهذا مر معنا وقلت لكم أنه يقبل بشهادة واحد لحديث ابن عمر أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس أن يصوموا، وحديث الأعرابي مر معنا كلاهما صحيح أنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الواحد، ومنهم من لم يجعل يعني المخبر كالشاهد وإنما جعله كالراوي، وخبر الواحد مقبول. ولكن تقريب قولا واحدا أن في هلال شوال لا يقبل إلا من شاهدي عدل، قالوا لأن الأصل لابد من ماذا؟ من شاهدي عدل، الأصل شاهدي عدل. ولكن في هلال رمضان جاء الحديث يستثني هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فخصص هذه القضية شاهدي عدل، خصصها بخصصت إن صح التعبير بحديث ابن عمر وحديث الأعرابي أن النبي قبل منهما واحد واحد، ولكن بقي الأمر على أصله في رؤية هلال شوال. ودخول رمضان وخروج من رمضان ما مش كيف لا يتفقوش، يعني هذاك هنا راك داخل الصيام وهنا راك خارج من الصيام من العبادة للإفطار، فلهذا يطلب في الخروج ما لا يطلب في الدخول، هكذا قال أهل العلم في قاضي شوال. ولهذا لا يقبل خبر كريب بهذا السبب، لم يقبل خبر كريب، قالوا لأنه واحد والله تعالى. هذا أرض الجمهور وإن كان فيه مناقشة أخرى. قالوا أما حديث كريب فإنما يدل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده، لا يفطرون، قلنا الخروج ليس كالدخول وحده، وإنما الخلاف في وجوب قضاء اليوم، هذاك اليوم الذي فاتهم، وهذه مسألة أخرى وليس هو في الحديث. قضيت هل يقضون اليوم الذي صامه معاوية ومن معه في الشام، هل يقضونه أم لا؟ أتصور ظهر الهلال مثلا ليلة 29، نتصور أن ظهر الهلال ليلة 29، يقول يوم 30 أول أيام العيد، 30 هو أول أيام شوال، بمعنى الشهر كان ماذا؟ 29 يوم، ولكن اللي صاموا في الشام كم صاموا؟ صاموا 30 يوما، لأنهم لم يتفقوا في الدخول واتفقوا في الخروج. إذا بقى لأهل الحجاز يوم، إذا الخلاف اليوم هل يقضى أم لا يقضى، وليس ذلك في الحديث. إذا حديث كريب خارج النزاع، قالوا إذا ماذا؟ ليس ذلك في الحديث. وكذلك قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فهو فهم منه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والإفطار لرؤية الهلال، والحجة إنما هي في المرفوع. قال هذا كلام لابن عباس، كلام لابن عباس هذا اجتهاده أنه رأى أن السنة كذلك، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ماذا؟ هذا أثر موقوف عليه، هذا مجرد اجتهاد، هو اجتهاده وصدر منه، والحجة إنما تكون في المرفوع لا في اجتهاد الصحابة إذا كان في مقابل النصوص، هذا يعني اختصارا يعني ما. وثانيا هناك ملاحظة أو اثنين، ملاحظة الأولى حصر بعضهم هذا الخلاف فيما إذا لم تكن المسافة بين البلدين شاسعة، هذه ذكرناها، يعني إذا ما تكونش البلدة يعني الأماكن
أو البلدات هذه يعني المسافات بينها شاسعة، أو الولايات إن صح التعبير والبلدان الإسلامية، قالوا فإذا اشتد البعد كما بين الأندلس والحجاز مثلا، بين الأندلس والحجاز هذا قول، فقد انعقد الإجماع، شوف انعقد الإجماع على استقلال كل بلدة بالرؤية لنفسها، وقد نقل الإجماع القرطبي في تفسيره، ونقله ابن حجر في الفتح كما أثبته ابن رشد في كتابه بداية المجتهد. إذن كأنهم كلهم يعني يسيرون إلى اختيار شيخ الإسلام في قضية إذا كانت البلدات قريبة من بعضها والأقاليم قريبة من بعضها لها حكم، وإذا كانت متباعدة لها نثبت اختلاف المطالع ولا إشكال، وهذا يقلل الخلاف. وطبعا هذا يقول يعني نقل أهل العلم إجماع على ذلك. الملاحظة الثانية يخرج من محل النزاع إذا ثبت رؤية الهلال عند الإمام الأعظم وهو أمير المؤمنين أو الحاكم الأكبر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد علينا خلافة المسلمين. قال وألزم الناس كلهم بما ثبت لديه، فيجب الصوم حينئذ على الناس كلهم على اختلافهم وتباعد بلدانهم، لأن البلدان في حقه كالبلد الواحد، إذ إن حكمه نافذ في الجميع، كما نقل الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته، وقبله ابن حجر في الفتح، أنه إذا كان الإمام هو الذي أمر المسلمين فالبلدان الإسلامية عنده لديه كالبلد الواحد، يعني خاصة اليوم لو كانت خلافة الإسلامية لكان الأمر ماذا؟ أسهل ما يكون لوجود هذا. نعم، كاين كلمة جميلة للشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة، لأن احنا في السبعينيات والثمانينيات خاصة أكثر الخلاف، لأن الناس متحمسة للدين، يعني متحمسة كثير للدين وكيفاش ظهر الهلال في البلاد الفلانية، ولهذا بعض الناس كما قلت لكم وصل أنه ماذا يصوم ويظهر صيامه أو يفطر، يعني ما دام العيد غدا والناس ما زالوا عندهم يوم يكملوه، يظهر أمامهم مثلا أيام الصيف مثلا يشري المثلجات ولا الحلويات ويأكل أمام الناس ليظهر أن هذا اليوم هو يوم عيد، يوم عيد. ولكن حتى ولو الأمر تقرر عندك أنت وتيقنت وتعبد الله سبحانه وتعالى بما تعتقد وبما تدين الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تستر نفسك حتى ماذا تقضي على وتجفف هذه منابع الخلاف والفتنة ولا تظهر. ولهذا الإنسان الآن الصوم هذا لي كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث الإلهي، الصوم لي وأنا أجزي به، وكذلك الفطر ما دام يوم عيد ويوم عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى أنت افطر، ولكن عيد مع المسلمين وأظهر الفرحة مع المسلمين والسرور مع المسلمين، لأن قضية الجماعة مهمة في هذه الأمور كلها. حتى ولو أفطرت اليوم الأول والناس راح العيد انتحهم في اليوم الثاني، فأنت أظهر العيد معهم حتى تجفف هذا الجانب، ثم أنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بصيامك كما تتعبد الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بإفطارك وبفطرك. فقضية التعبد هنا والإخلاص رها أمر مهم، والعبادة كلها تدور حول هذا المحور، حول هذا الأساس. فإذا ولهذا قال في نفس الحديث قال وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه يفرح بصومه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة في الحديث القدسي. فإذا تفرح بفطرك سواء الفطر تاع يوم العيد أو الفطر تاع كل يوم، لأن كل يوم عندنا ماذا؟ عندنا عيد في الحقيقة. في رمضان كل يوم عند الإفطار عندنا عيد، عندنا دعوة مستجابة وعندنا فرحة ونحن نجتمع على ما رزق الله سبحانه وتعالى من الخير والنعم. وهكذا يوم العيد الإفطار العام الشامل، فإذا هذه الفرحة هي بذاتها عبادة. فإذا الإنسان في بعض الأحيان يسر العبادة نتاعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء هكذا أم هكذا. وما الفائدة أن تظهر أنك صائم والناس مفطرون، ولا تظهر مثلا فطرك والناس صائمون؟ ما الفائدة وأنت في الحقيقة الناس لا يهمهم هذا، وأنت إنما ترتبط بالله سبحانه وتعالى من خلال هذه العبادة، وتعامل الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الطاعة. فلذلك الناس زايد ناقص، لا ثقل لهم في الميزان،
وأنت لا تعامل الناس. حتى وإن أردت أن تظهر أن الشرع هكذا وليس هكذا فلا ينبغي أن تكون هذه الطريقة في إظهار شرع الله سبحانه وتعالى، وإنما بالحكمة والموعظة الحسنة في الإنسان يخبر من هم أقرب إليه مثلا من الناس ويرشدهم أن يسروا هذا ولا يظهروه ولا يظهروا، لأن من الناس من يتقبل ومن الناس من لا يتقبل، والناس يتفاوتون الناس يتفاوتون في العلم والقدرات والإدراكات إلى آخر، الناس يتفاوتون. ولا تستطيع أن تلزم الناس حتى في أمور المستحبات، لا تستطيع أن تلزم الناس بأشياء أنت تراها وترى الناس يفرطون فيها فتغضب ويضيق صدرك. لا، الناس يتفاوتون، وقد يتقبل الله سبحانه وتعالى من ذاك الجاهل العام كذا يتقبل منه أشياء قد لا يقبلها منك، رأيت؟ فإذا هذه بعض الأمور. ولهذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تلك الأوقات كان الناس في الحقيقة يتحمسون للسنة وإظهار الطاعة إلى آخره، ويبعثهم هذا ويدفعهم إلى إظهار بعض الأعمال ولو كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يظهرونها في قالب يعني يجعل الناس ربما يغضبون ويقلقون ويتبرمون من سلوكهم وفعلهم، فيريد الإنسان أن يحسن فيسيء. فقال: ولعل الأقوى أن يقال في هذه المسألة إن حديث ابن عباس ورد في من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم، في هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكمل 30 أو يروا هلالهم، وبذلك يزول الإشكال. ويبقى حديث أبي هريرة: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وغيره، على عمومه. إذن أحيانا تقع حالات مثل هذه أن الناس يصومون قبلك بيوم ثم تصوم أنت بعد ذلك، فالإنسان يكمل على ما هو عليه من ذاك الصيام. وإحنا عندنا الآن دليل هذا حديث ابن عباس وكريب رضي الله عنهم. في الحقيقة هذا الحديث يوسع لنا النظرة أن الأمر واسع إن شاء الله، وأن الناس الذين لم يدركوا الهلال أو لم يسمعوا الخبر به جاز لهم أن يصوموا على ما رأوا من الهلال ويكملون صيامهم حتى 30 كما فعل ابن عباس وغيره من أهل الحجاز، وهكذا. ويبقى الحديث الآخر أو الصوم لرؤيته عام لجميع المسلمين، لعل الله تعالى يأتي يعني بمن يحمل الناس على الصيام برؤية هلال واحد وغيره على عموم، ويشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا، وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هو معلوم، شيء يعني سهل اليوم، ولكنه يتطلب شيئا من الاهتمام من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة، تجعل هذا الأمر حقيقة. يعني لأن الاهتمام بالهلال مهم جدا، كأن ما يهموش الهلال، ربما يهتم به غير قبل من رمضان يحب يعرف اليوم الأول من رمضان، بصح باقي أشهر الهجرية لا يهتم لها في رؤية الهلال ومثلا وخروج الشهر ودخول الشهر، رغم أن الأمر مهم، لأن كل العبادات في الإسلام إنما هي مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالأهلة. شوف الزكاة مرتبطة ماذا؟ بالأهلة. مثلا عدة المطلقة، عدة المتوفى عنها زوجها، مثلا الإيلاء، الحج، كل العبادات إنما هي مرتبطة بالهلال، برؤية الهلال. ولكن طبعا احنا جعلنا ماذا للهلال مكانة في حياتنا ضيقة جدا، لدرجة أننا لا نهتم بالهلال إلا في شهر رمضان، والباقي نحن نجري على الشهور الإفرنجية حتى نجعله واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى، وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك. هو يقول حتى تجتمع الدول الإسلامية على ذلك، فإني أرى، هذا رأي رحمه الله، على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته، يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه، فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها، تقدمت في صيامها وتأخرت، لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الأمة الواحدة وفي الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين. وطبعا
طبعا هذه احنا عشناها يعني ان الناس يصوموا ثلاث اعياد واربع اعياد واحد الفارق نتاع يومين وثلاثه، وهذا في الحقيقه امر فاحش مش فقط عيب ولا تجاوز الحدود. كان مساله مثلا هذه المساله اذا راى الرجل الهلال هو ولم تقبل شهادته، راى الهلال ولم تقبل شهادته، هل يصوم او لا يصوم هو في نفسه؟ شوف حتى هذه سبحان الله، لا ولهذا العلماء ما تركوا شيئا. انت هكذا منطقيا ماذا تقول؟ يصوم طبعا، شفت الهلال وما صومش ابدا. شوف حتى هذا، والعلماء حفاظا على الجماعه شوفوا ماذا يقولون. هذا في هذه فيها ثلاث اقوال اختصارا يعني. قال الاول انه يصوم لرؤيته، يصوم لرؤيته ويفطر لرؤيته سرا، يعني سواء الصيام او الافطار دخول او خروج من الشهر سرا لا يظهر للناس، راى الهلال رايت. قال لئلا يخالف الجماعه، القضيه راهي مبنيه كل على الجماعه، هذه المسائل كلها قضيه فيها الجماعه. قال حتى لا يخالف الجماعه، وهذا قول الشافعي وروايه عن احمد ومذهب بن حزم لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه وهو ماذا قد شهده. إذن هذا هذا المذهب الأول، يصوم ويفطر لرؤيته سرا، هذا إذا لم تقبل رؤيته ردت شهادته فهم أو خبره. الثاني يصوم لرؤيته ولا يفطر إلا مع الناس، الدخول يصوم الخروج لا، يعيد مع الناس. وهذا مذهب مالك عليه رحمة الله والمشهور عن أحمد. والثالث يعمل برؤيته، الثالث القول الثالث يعمل برؤيته، وهذه رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أو لا يعمل برؤيته، لا يعمل برؤيته. إذن هناك من قال يصوم ويفطر سرا، منها من قال يفطر يصوم ويفطر مع الناس. شيخ الإسلام اختار ماذا؟ ألا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، لحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون. لهذا بعض الناس شوف هذه مسألة مهمة، خاطر بعض الناس يقول لك لا عاشوراء كانت البارح وهم أخطأوا وراهم كذا إلى آخره، فنقول سبحان الله. ولهذا في يوم من الأيام صام الناس ثم قالوا أخطأنا في الرؤيا، فقضى الناس يوما، فقضى الناس في بلدة من بلاد الإسلامين. وسبحان الله هي القضية نتاع الخطأ هذه، حتى لو كانت اجتهادية وظهر فعلا الخطأ وصام الناس، فصومكم يوم تصوم، صومكم يوم تصوم، بمعنى أنه كما قلت لكم في التاسع من ذي الحجة، ولو أخطأنا اليوم أنه ليس التاسع واكتشفنا أنه ليس التاسع، عرف يوم يقوم الناس، عرف يوم يجتمع الناس ويقوم الناس، ذاك يوم عرف. والصوم يوم يصوم الناس، مش قضية يوم متقدم ولا يوم متأخر، الصوم يوم يصوم الناس. إذن هذا مهم جدا. قال ولهذا شيخ الإسلام قال لا يعمل برؤيته، وإنما صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. وعلى كل حال الذي نراه الله تعالى أعلم، أن الإنسان ما يقدرش يكذب نفسه وهو قد رأى الهلال. تقدر تقنع واحد أنت رأى الهلال وتقول له لا يجوز لك الصوم، نعم. ولهذا الأرجح أن يصوم سرا ما لم يزد صيامه على 30 يوما، رايت يصوم سرا فقط، ما يزيدش الصوم نتاعو على 30 يوم، لأنه ممكن يصوم قبل الأمة والأمة لا تصوم، يعني ممكن اليوم اللي عيد فيه هو تكون الأمة ما زالها صايمة، يقول لك لا نزيد نصوم معهم، حتى لأنه لا يرى هلال، رأى هلال الدخول ولم يرى هلال ماذا؟ هلال الخروج تاعهم، فيقول نزيد. هو لا يزيد لا يجوز له هذه الزيادة، ف 30 يوم يعني يفطر. هذا والله تعالى أعلم وأحكم. ما أدري إذا كان بقى الوقت من دخلوا إلى مسألة ثانية أو لا بعض الوقت. إذا ما عندنا المسألة الثانية وهي مهمة جدا، وهي قضية النية. الآن دخلنا رمضان ورأينا الهلال، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. إذا النية كذلك من الأمور المحورية التي اختلف فيها أهل العلم في بداية الصيام، هل تكون لشهر كامل أم هي لكل يوم منفصل، وهل تكون في الصيام كله أم في رمضان فقط المفروض أو في المفروضات من الصيام،
دون النوافل والمستحبات، هذا كذلك من خلاف. ولكن قبل أن نشرع في ذكر ما لخصه ابن رشد من خلاف أهل العلم كتقديمة ومدخل لهذا المبحث، نذكر أمور سهلة وبسيطة. في بداية الأمر يشترط لإجزاء النية أربعة أمور شروط. أولا الجزم، لا ينبغي الإنسان أن يتردد في نيته، لا بد أن يعين النية وأن يعني يجزم فيها قطعا للتردد، حتى لو نوى ليلة الشك يعني صيام غد إن كان من رمضان لم يجزئه، كما مر معنا ونقلناه عن الكساني في البدائع أنه هذا النية المترددة، هذه النية المترددة ليست نية، لأن المقصود من نية التعيين، وهنا ماذا تردد فلم يعين شيئا. إذن هذا التردد حمد الله، هذا التردد لا يسمى جزما، لا يسمى جزما ولا يطلق عليه الجزم واليقين، فبالتالي لابد من في النية الجزم. نعم، ما تقولش أنا ندير هذا الفعل فإن صدق هكذا فبها ونعمت، ولا ما صدقش خليه يروح الجهة الأخرى ندير الأجر من جهة الثانية. فإذا هذا قد يصدق في أمور في أبواب، ولكن في رمضان وفي المفروضات لا يكون هذا. إذن الجزم. وثانيا ماذا؟ التعيين. الأمر الثاني هو التعيين، أن نعين ماذا نريد، ليس مطلق نية الصيام وإنما صيام رمضان، وهذا مهم جدا لما يأتي من الخلاف بين الجمهور والحنفية. فلا يكفي تعيين مطلق الصيام، الصوم مطلق الصوم، أخطر الصوم كثير، صوم كثير يعني الأيام، حتى كان صيام داود أن تصوم يوما وتفطر يوما، وهذا صيام داود. فإذا هناك الصيام الاثنين والخميس وكذا والسنن المعروفة وشعبان وغيرها، هل أنت تنوي مطلق الصيام أو الصوم أو لابد أن تحدد؟ فإذا التعيين مطلوب، لا يكفي تعيين مطلق الصوم، بل لابد من تعيين صوم الفرض أو رمضان وهكذا، خلافا لأبي حنيفة كما سيأتي. وكذلك التبييت، تبييت النية، وهو إيقاع النية في الليل بين المغرب والفجر، بين الغروب والفجر، وهذا ما عليه الجمهور. أما التطوع فهذا أمر ثاني سيأتي ذكره. إذن هي أمور ثلاث الحقيقة، عندنا الجزم وعندنا التعيين وعندنا ماذا؟ التبييت. يقول ابن رشد عليه رحمة الله، التبييت يكون في الليل الأولى فقط تكفي. كيفاش؟ في الليل أو يعني الليل من يبدأ من الغروب. هل قصدي الليل الأولى تكفي؟ هذا ما سيأتي، هل هذا هذا هذه هذا فرع من الخلاف، هل لابد التبييت يكون في بداية الشهر لكل شهر أم لابد لكل ليلة من نية؟ نية واحدة، وهذا سيأتي ذكره، سيأتي إن شاء الله. يقولون هكذا قال ابن رشد، أو منه بعض الفصول في بعض الأحيان إن شاء الله ممكن مستقبلا. كاين أشياء مهمة خاصة في البيوع اللي كثير ما نعرجوش عليها، كتاب مهم في هذا الباب، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. الحقيقة بداية المجتهد لمن أراد أن يكون مجتهدا هذه الخطوة الأولى، ومن أراد أن يقتصد في الفقه نهايته هذا الكتاب. فالذي أراد أن يقتصد في الفقه نهايته هذا الكتاب يكفيه، ومن أراد أن يكون مجتهدا عالما فهذه الخطوة الأولى، الكتاب هذا هو الخطوة الأولى في طريق الاجتهاد طريق العلم. نعم، قال ابن رشد، والنظر في النية في مواضع منها، هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست بشرط؟ أولا النية هل هي شرط أم لا في هذه العبادة؟ هذه النقطة الأولى. نقطة، وإن كانت شرطا فما الذي يجزئ من تعيينها؟ كيف تعين؟ كيف يكون التعيين؟ هل يعني مطلق أم مقيد؟ هذا هو قضية التعيين والتحديد. وهل يجب تجديدها في كل يوم؟ هذا هو، هل يجب تجديدها في كل يوم من أيام رمضان أم يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم الأول؟ عدم استفهام، هذه الأولى كذلك. هذا الثالث، الإشكال الثالث. الإشكال الذي بعده هو إذا أوقعها المكلف فأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم؟ نصور الإنسان رقد بعد المغرب، فطر رقد ما راش إلا بعد طلوع الفجر الشمس، فهل إذا صام صيامه جائز أم لا؟ بمعنى أنه نيته ما كانت حاضرة، لأنه يعني ما راش حتى للسحور، ممكن خطر السحور يساعد على النية، رأيت؟
فإذا قال فإذا وقعت فيه صح الصوم يعني في بداية النهار. قال وإذا لم تقع فيه بطل الصوم. وإذا لم تقع فيه بطل الصوم وهذا رفض النية يوجب الفطر وإن لم يفطر. واحد يقول يا إن شاء الله ما صمنا. مثال كما بعض الناس لما يغضبوا في رمضان وقلة الإيمان كأنه مش في عبادة أو في عقوبة أو تحت العقوبة. فهو يريد أن ماذا؟ أن يدفع الصيام يعني من داخله يقول له لا صمنا. رأيت مثال يقول عبارة مثلا تدفع النية. هل حتى ولو لم يأكل ولم يشرب ولم يطعم هل صومه صحيح أم لا؟ أما بمجرد كسر النية ماذا؟ صيام باطل. وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها. الإشكالات هذه الأربعة أو خمس كلها ماذا؟ فيها خلاف. وإن كان الجواب عليها يسير يسير يعني مما تعلمون وربما حتى الذي لكذلك الجواب يسير. ولكن مع ذلك نستعرض قول أهل العلم في ذلك الوقت. شحال بقى؟ أربع دقائق. إذا توقفوا عند هذا الحد. لا أريد أن أسرد الأقوال ثم خطأ المبحث ما زال يطول شوية. نكتفي بهذا القدر والإشكالات هذه نجيب عليها إن شاء الله في حصة قريبة بحول الله تعالى وقوته. شوفوا فقط اكتشفنا. نعم بارك الله فيكم وحسن الله إليكم. السلام عليكم.